الى الجهه الاخرى، كره خطيره على مره واحد المره الثانيه، يو هدف من البدايه يشعل الامور، هدف من البدايه يعطي الامل للجماهير المتواجده. بينما الجيش السوري يرجع يستغل هدف واحد ينهي الامور، كره بتلعب امام لكن فيها لمسه يد، فراس زايد احمد مدنيه، فراس زايد يسجل الهدف الثاني ليؤكد ان هناك متعه في شوط المباراه الثاني. يا الله، احمد سمير يا سلام على هذه التمريره الخطيره، ممكن خطيره، ممكن عرضيه، يعود في النتيجه، البديل الذي دخل منذ ثواني يسجل الهدف الثالث ليقلب الطاوله، الجزيره يقلب الطاوله. مجموع اللقاءين التعادل الايجابي 3-3، كره تلعب لامام، الدولي الهندوقي ليو كوك يفرق صافرة على انهاء الامور. الف 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 مبروك للامانة، نتيجة مستحقة للفريق الاردني بقلب الطاولة للتأهل الى نهائي بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لغرب القارة. كان معكم المعلق عبد الرحمن عبد الله، اتمنى ان نوفق فريق لحظة اللقاء لكم، حظ اوفر للفريق السوري في المنافسات القادمة وفي بطولة الدوري المحلي وايضا ممكن بطولة كأس الاتحاد الاسيوي الدور القادم. لا تذهبوا بعيدا، الحديث اكثر عن هذا السيناريو المجنون مع الزميل ماجد المنصوري وضيفي الكرام. ننتقل بصوت الصورة للزميل ماجد المنصوري، عندك معك يا ماجد، والى اللقاء.